مرحبا وأهلا وسهلا فيكم بأول حلقة من برنامج اربح مع سارة. رح أقدم لكم حزورة من خلالها بتربحوا جوائز قيمة وعديدة. نبتدي بحزورتنا لليوم. شو هو الشهر يلي إذا حذفت أول حرف منه بيتحول لفواكه؟ نيسان، حزيران، أو تموز؟ تتشتركوا معنا تواصلوا على الأرقام اللي عم تقطع قدامكم على الشاشة أو على مواقع التواصل الاجتماعي. وأنا بلتقى فيكم بحلقة جديدة. إلى اللقاء.